هذا لأنه نوجد قانون سرعة التفاعل لمتفاعلين في معادلة واحدة، مثل عن المعادلة اللي ظاهرة على الشاشة. كيف بدنا نتصرف؟ نتعامل مع كل متفاعل على حدة، يعني مثلا عندي ال N2 بنحطها بقوة X و H2 بنحطها قوة Y. هيك قانون سرعة التفاعل العام، لو بدنا نكتب قانون سرعة التفاعل اللي هيك أول خطوة يعني بدنا نتصرفها لما نحل هيك نوع من المسائل، نروح كاتبين قانون سرعة التفاعل العام اللي هو K N2 قوة X و H2 قوة Y. الثانية، الخطوة الثانية بنبلش في ال N2 بالبداية. ال N2 هون لما نصير بدنا نحلها لازم يجب أن نختار تجارب يكون فيها H2 ثابت، فبنطلع وين تجارب ال H2، يعني هون التجارب مش على كيف بنختار أي تجربتين عشوائيتين، لا نطلع على H2 كان ثابت ال H2 في تجربة رقم 1 وتجربة رقم 3 قيمة تركيزه كانت 122 بالألف، فمنروح كاتبين قانون سرعة التفاعل لل N2 لحالها، سرعة التفاعل تساوي K N2 قوة X، وحاطين سرعة التفاعل عند التجربة 1 اللي هي 339 بالعشر آلاف K وتركيزها. بعدين شو بنسوي؟ بنقسمهم على بعض، طبعا بنقسم تجربة 3 1 على تجربة 3، واضح الأرقام هون مضروبة في 2 مبينة، يعني الواحد صارت 2 والاثنين صارت 4 والصفر ضربت صفر، إذا هون مضروبة في 2، إذا فيها هاي 1 وهاي فيها باثنين. حلو، نيجي هون هاي مضروبة في كم؟ هون عنا إياها طبعا نفس عدد الأعشار، في الفاصل مع الفاصل بتروح بالصف، عنا كأنها 339 و 1360، عنا هون 3 وعنا هون 13، يعني رقم نضربه في 3 قريب على 13 هو ال 12، مظبوط؟ فيعني نقدر نحكي هاي فيها بواحد وهاي فيها بأربعة، نضرب هاي في 4 تعطينا هذا الرقم تقريبا، وحيكون أزود من 4 بس يعني 4. فعندنا المسألة صفت هيك، المسألة صفت 1 على 4 تساوي 1 على 2 قوة أكس. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه شو الرقم أو 2 هنا، هذا الرقم انرفع لقوة كم حد ما إنه صار 1 على 4؟ 2 قوة كم بعطينا 4؟ 2 قوة 2، 2 قوة 2 بعطينا 4، إذا أكس تساوي 2. هاي عرفنا رتبة N2، N2 رتبتها تساوي 2. نيجي على ال H2 نفس الشيء، عشان نحل ال H2 لازم نثبت ال N2، فبنطلع على الجدول كمان مرة وين ثبت ال N2 عنا، يا ثبت في التجربة رقم 1 وثبت في التجربة رقم 2، تركيزهم نفس الإشي. فبنروح كاتبين تجربة، مختارين تجربة رقم 1 وتجربة رقم 2، بنحط سرعة تجربة رقم 1 وتركيزها، طبعا القانون العام لها، سرعة رقم 2 تركيزها القانون العام، بنقسمهم على بعض برضو. طلعوا هون عندنا صارت 102 لـ4 ضربت في 2، 2 ضربت في 2، 1 لـ2 ضربت في 2، اذا هاي فيها بواحد وهاي فيها باثنين، مظبوط؟ هون عندنا اياها نفترض انها 339، افترضوا انها 300 وهاي افترضوا انها 600، 3 لـ6 اللي هي 1 لـ2، إيش بضربه في 3 بعطيني 6 اللي هو 2. فصفت عندي إياها المسألة بالطريقة هاي هيك، 1 على 2 تساوي 1 على 2 قوة إكس. شو الرقم؟ لأي قوة انرفعت هاي الواحد على 2 تصارت 1 على 2؟ انرفعت للقوة 1، فإكس تساوي 1. هيك بيكون عرفنا رتبة ال H2 وعرفنا رتبة ال NO. إذا رتبة ال NO هي 2 ورتبة ال H2 هي 1، فصار عندنا قانون السرعة كيف شكله هيك، صار قانون السرعة بساوي K NO، تركيز NO قوة 2 وتركيز H2 قوة 1. هي قانون السرعة. لو سألوني شو قيمة كي، أنا أعرف قيمة كي، بنروح متطلعين
على نختار أي تجربة بدنا إياها، سواء من NO ولا من H2، نختار أي تجربة بدنا إياها، نختار التجربة التانية بنروح كاتبين. هاي عنا هون لما ضربناهم في بعض رفعنا هاي القوة 2 بطلع معنا هذا الجواب، بعدين بننزل هذا الرقم نضربهم في بعض ونقسمهم عشان نجعل كي موضوع القانون، ونقسمهم على السرعة فبطلع معنا الجواب اللي هي كي تساوي. طبعا ما نوجد وحدة الكي، وحدة الكي شو تساوي قانونها حكينا لتر لكل مول مرفوع القوة نون ناقص واحد في ثانية، ونون ناقص واحد هي رتبة التفاعل. هلأ رتبة التفاعل احنا ما طلعت عنا بالان او طلعت 2 وبالاتش 2 طلعت عنا 1، فاتنين زائد 1 تساوي 3، هاي رتبة التفاعل الكلية بنعوضها في نون، فبتصير لتر كل مول 3 ناقص 1 في ثانية، واللي هي لتر كل مول تربيع في ثانية. وبصفي عنا القانون العام للسرعة اللي هو K، هايها 3.6 في NO قوة 2 تركيز NO قوة 2 تركيز H2 قوة 1. لو بدنا نحل بطريقة تانية أسرع، طبعا أول شغلة نفس الشيء نفس الخطوات، بنطلع مثلا بدنا نوجد تركيز أو رتبة ال NO، بنروح متطلعين على ال H2 لما تكون ثابتة اللي هي تجربة 1 وتجربة 3، نطلع على ال NO كم كان تركيزها في تجربة 1؟ 21%، بتجربة 3 صار تركيزها 42%، يعني تضاعف، يعني 2 زي ما احنا شايفين 1 ضربت في 2 صارت 2 و 2 ضربت في 2 صارت 4، فتضاعف، معناته تضاعف كم مرة؟ مرة واحدة يعني ضرب في 2. اوكي نطلع على السرعة الابتدائية بنفس الوقت، في عنا 339 بالألف تضاعفت بالتجربة 3 لكم ضعف؟ لأربع أضعاف، يعني ضربت في 4، فمعناته لما هاي تضاعفت ضعفين وهديك تضاعفت 4، 2 قوة كم تعطينا؟ 4 قوة 2، فتجربة فرتبتها بتكون 2. فإمكان نحلها عن طريق النظر، بإمكان نحلها عن طريق الحل الطويل هذا اللي عاملين حسابية عشان تتأكدوا من حالكم انه مظبوط. تيجي على H2 تطلع على تجربة رقم 2 و1 و2، تجربة رقم 1 كانت 1 2 2، لو تنزل تجربة 2 شو صارت؟ 2 4 4، فتضاعف بمقدار 2 ضرب في 2. طلع السرعة الابتدائية كانت 3 9 3 3 9 صارت 6 7 8، ضربت في كم يعني؟ ضربت في 2. فلما تركيزها انضرب 2 وسرعتها انضربت في 2، اذا الاثنين ضلت زي ما هي، الاثنين رفعت لقوة كم عشان ضلت زي ما هي؟ رفعت لقوة 1، ف رتبة الـ H2 هي 1. فهاي الطريقة السريعة، وبإمكانكم تحلوا على الطريقة المطولة اللي هي الحل هذا، إشي يعني التنتين صحيحات والتنتين بس بدكم تمرنوا حالكم على الطريقتين. بدنا نحل هذا السؤال على الطريقة السريعة، نطلع على أول شغلة بدنا نوجد رتبة التفاعل بالنسبة للمادة A، فبنثبت البي، لما نثبت البي ثبت عنا بالتجربة 2 تجربة 3 كم كان التركيز A في التجربة 2؟ 2 بالعشرة، بالتجربة 3 صارت 4 بالعشرة، من 2 بالعشرة 4 بالعشرة معناها انضربت في 2. نيجي على سرعة الاستهلاك كانت 10 بعدين صارت 40، ايش بدنا نضربه بالعشرة بعطينا 40 اللي هي 4، إذا التركيز كان عندنا 2 والسرعة كانت عندنا 4، تركيز قوة كم؟ 2 قوة كم تعطينا 4 اللي هي قوة 2، فرتبة التفاعل بالنسبة للمادة A هي 2. رتبة التفاعل بالنسبة للمادة B بنثبت A عند تجربة 1 تجربة 2 كانت تركيزها 1 بالعشرة
صارت 3 بالعشرة، يعني انضربت في 3. سرعة الاستهلاك كانت 3 صارت 10، يعني زي كأني ضربتها في 3، يعني 10 قريبة من 9. 3 ضرب 3 تعطيني 9، يعني 10 قريبة من 9، فكأنها انضربت في 3. إذا كان تركيزها 3 وسرعتها، تركيزها انضرب ب3، سرعتها انضربت في 3، 3 قوة كم بتعطيني 3؟ قوة 1. فرتبة التفاعل بالنسبة للمادة B هي 1. رتبة التفاعل الكلية اللي هي رتبة A زائد رتبة B وتساوي 2 زائد 1 تساوي 3. جد قانون سرعة التفاعل منعوضهم كلهم ما عدا الـ K. سؤال 5، جد قيمة K منعوض أي تجربة بدنا إياها ونجعل قيم K موضوع القانون وتطلع معانا K. نيجي على 6، احسب سرعة التفاعل عندما يكون تركيز A بيساوي تركيز B ويساوي 5 بالعشرة مول لكل لتر. يحكي لك تركيز A وتركيز B تساوي، فمنروح منعوضين A و B بالتركيز و K ورتبة التفاعل تبعتهم، نضرب ونجمع ونطرح، بيطلع معانا سرعة التفاعل وبس. حاولوا تحلوا، وإذا في أي مشكلة تقدروا تتواصلوا معي.